ترأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى. ترأس الاجتماع الخامس لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية والذي عقد بمقر اللجنة الأولمبية بضاحية السيف. وبدأ سموه الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور، معربا سموه عن اعتزازه الكبير بثقة الجمعية العمومية بتزكيته رئيسا للجنة الأولمبية البحرينية، مشيدا بالدور البارز والدعم اللامحدود لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وما حققه سموه من إنجازات ومكتسبات قاد خلالها اللجنة الأولمبية إلى حقبة جديدة من التميز والنماء لتعيش اللجنة الأولمبية عقدا ذهبيا، معاهدا سموه بالمضي قدما نحو بذل كل ما من شأنه أن يقود إلى تحقيق المزيد من النجاحات. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على أهمية البناء على المكتسبات الكبيرة التي تحققت وتعزيز مسيرة اللجنة الأولمبية والارتقاء بالاتحادات الرياضية وتطوير العمل الإداري والمالي والفني وتبني مختلف الخطط والبرامج والاستراتيجيات الرامية للنهوض بالحركة الرياضية. وأطلق سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة مبادرة أعلن من خلالها تكفل مؤسسة خالد بن حمد بمنح بعثات رياضية لخمسة مواهب واعدة سنويا وفق معايير وشروط محددة، كما وجه سموه إلى أهمية مساعدة الأبطال الرياضيين المعتزلين والاستفادة من قصص نجاحهم. كما وجه سموه بإعداد دراسة لإنشاء مختبر معتمد في مملكة البحرين لفحص المنشطات والاستعانة بأحد بيوت الخبرة واستقطاب خبراء فنيين من الخارج لعملية التقييم الفنية. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على أهمية التسويق لأنشطة وبرامج اللجنة الأولمبية واستثمار الأدوات الإعلامية المتاحة وفتح آفاق التعاون مع مختلف وسائل الإعلام الرياضية لما يشكله الإعلام من دور مهم وفعال. من جانبه استعرض الأمين العام سعادة السيد محمد حسن النصف الرؤية والاستراتيجية الجديدة للجنة الأولمبية وخطة العمل القادمة لتطوير العمل الإداري والمالي والفني للجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية.